تفضل شوي. هو انا بحالي بس بلا دخل، هذا نفسه. تفضل 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 رئيس المجلس الجديد في معليا إيليا حنا عبد، نتمنى له التوفيق في مهامه. شو خدت بحوث
نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لأبو حنة بمناسبة دخوله استلام منصب رئيس المجلس المحلي لمعليا بشكل رسمي، متمنين لك التوفيق والنجاح الباهر من أجل الارتقاء في معليا في جميع المجالات، إن كان العمرانية، البنية التحتية، الثقافي، الرياضة، البيئة وغيرها. وإحنا من مد يد العون إلى أبعد الحدود أبو حنة، إلى أبعد الحدود من أجل النجاح، وإحنا متأملين متأكدين من نجاحك والتعاون المشترك بين الموظفين، راح نرقي إلى الأعلى بحاجة معي. شكرا. يعني أبو جون وفيت وكفيت. إحنا أول شيء مبروك أبو حنة، الله يوفقك لنا 6 أو 5 سنين. إحنا هون لخدمة البلد ولخدمة عشان العمل المشترك أهم إشي بيناتنا، عشان تنصل معك للي أنت بدك إياه وللي إحنا بدنا إياه بالأول وبالآخر معي. إحنا كلياتنا أولاد بلد وكلياتنا في محبة بيناتنا، الله يوفقك ويحميك. أهلا بيك أبو الياس. أنا بحب الشغل وطلبات كثير يعني، بس كلها بروح طيبة. طلع مني 8 ساعات يعني، مش حدا يشغلنا وإلا بدنا منطق. رح تحسوش كيف الوقت بمرق مع بعض. أكيد إحنا عيلة واحدة، أنا كل محل، أنا عندي مكتبين، كل الموظفين اللي بيشتغلوا عندي، المحامين بيشتغلوا عندي، بحسوا حالهم جايين على بيتهم. وإحنا هون بنشتغل سوا، إحناش بنشتغل عندي، بنشتغل سوا كلياتنا مع بعض. ونتعاون سوا وإحنا عائلة واحدة يعني بالنهاية. فهذا المهم، نكمل المشوار سوا. وأخرى شوي كل واحد طبعا بدي يبدأ عمله، أنا بدي أبدأ عملي، بدي أتعرف على الكل، أحكي مع الكل، نبدأ هالمشوار، مشوار طويل. فبالتوفيق لإلنا جميعا ومبروك لإلنا ولمعليا، إن شاء الله بالنهاية يكون بالنهاية مبارك إلى الكل. في حدا بعد يحكي كلمة؟ شو؟
طيب.